ولسه حملة معنا نطمئن سجل الآن لتشجيع المواطنين الحصول على لقاح فيروس كورونا مستمرة معاكم، وخصوصا بعد توجيه دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان باستمرار الحملة لمدة شهر في جميع محافظات الجمهورية نظرا لإقبال المواطنين للتسجيل على الموقع الخاص بالحصول على لقاح فيروس كورونا. ومن محافظة الغربية بنتابع معاكم سير أعمال حملة معنا نطمئن سجل الآن. حملة معنا نطمئن سجل الآن انطلقت في محافظة الغربية وأدت إلى إقبال كبير من المواطنين على مراكز اللقاح. طبعا فريق التواصل المجتمعي بيكون بيتحرك بيقابل المواطنين بيعمل لهم توعية بأهمية اللقاح، وفي نفس الوقت بيتم توجيهه إلى مركز اللقاح لتلقي الطعم المناسب في ذلك الوقت. ده عمل مردود كبير عن المواطنين. النهاردة في تجربة جديدة بتوجيهات معالي وزيرة الصحة الأستاذة الدكتورة هالة زايد، إن في عيادة متنقلة بتصاحب الأتوبيس اللي هو بيحمل فريق التواصل المجتمعي ليتم تطعيم المواطن فورا. بالنسبة للتطعيمات هنا لأول مرة نشوف الإنجاز والسرعة والخدمات مقدمة بالنسبة للشباب بتوع وزارة الصحة، يعني يشكروا فعلا على المجهود اللي عاملينه للمواطنين كلهم. بصراحة أنا كنت شايفاها في التلفزيون، والنهاردة أنا معدية بالصدفة لقيت الأوتوبيس واقف، قلت لازم أخد اللقاح، ولقيت العيادة ورا الأوتوبيس وهاخد اللقاح دلوقتي. أنا سجلت وهاخد اللقاح. مصر دولة كبيرة بمثقفيها بدكاترتها بقيادتها، فبالتالي لازم تكون عندنا وعي على ان لابد ان احنا نخلص اللقاح وان احنا كلنا نطعم عشان نقدر ان احنا نخف ضغط من على الدولة بتاعتنا. بنشكر القيادة السياسية وبنشكر وزيرة الصحة وبنشكر الأطباء المصريين اللي هم جيش الدفاع الأبيض اللي وقفوا في وقت الذروة عشان ان هم يخلوا الشعب المصري يبقى فيه صحة جيدة. وكفاية حملة 100 مليون صحة كانت كويسة جدا، وقضينا على فيروس سي ودلوقتي بنقدر على الكورونا كوفيد 19.